اخر حاجه خدناها المره اللي فاتت شرحنا اساسيات الداتابيس الاي ار دي والريليشن تمام الاي ار دي والار اس. النهارده هنبني السيستم بتاع الباشمهندس اسلام اللي هو قال عليه فكرته. هنبني بقى على الايه؟ على الاول نعمل له الاي ار دي ونعمل له ريليشن وبعد كده نبدا نصممه على السيرفر بتاعنا. طيب قلنا بنرسم على موقع اسمه اي ار دي بلس تمام، يا تعمل اكونت يا اما ستاند الون نيو اي ار. طيب اول حاجه فكره باشمهندس اسلام الكاستمر سيرفيس مع الصيانه صح كده؟ كل ايجنت مع العميل اللي هو بيعمل ايه بقى؟ بيقدر يعمل ايه؟ اول حاجه بيعمل ايه؟ مين اللي اللي بيتصل؟ العميل. يبقى ادي اول حاجه، ثواني بس، يبقى عندنا الكاستمر. ايه البيانات اللي محتاجها من العميل؟ رقم واحد ألف ب كاستمر نمبر، وده يونيك. اول حاجه قول لا لا مفيش حاجه تدخل تخرج دلوقتي. لا هو الفكره بس يقولها بس تاني. ماشي ماشي يا ريت، تعالى قول لو امكن يا ريت عشان تتفهم كلها. مثلا عن سعر منتج، فهو العميل بيكتب هنا في
اسم الموديل، اسم الموديل ونوع الموديل. وبعد كده المفروض يوصل للكول ايجنت السعر بتاع الايه بتاع المنتج، والمفروض ان هو بيبلغه للايه للكاستمر اون كول يعني. ممكن بقى احنا هنزود هنا مثلا المواصفات بتاعه المنتج لو هو عايز بيانات المنتج. تمام. بعد كده الشكوى، المفروض بقى الشكوى دي المفروض ان العميل بيتصل، الكول ايجنت بيسجل بقى تفاصيل الشكوى، مثلا ان برضك المنتج والرقم المسلسل بتاع المنتج وحاله المنتج اذا كان ضمان ولا خارج ضمان، وبرضك يعني ده ضمان ولا خارج ضمان ولا خارج ضمان، وبرضك العطل، العطل اللي عند العميل ايه. تمام. وبعد ما بيسجل البيانات ديت بتروح لقسم الايه الصيانه اللي هو المينتنس، عشان المفروض برضك نفس الحاله اللي بتتعمل هنا بتروح لقسم الصيانه. المفروض ان قسم الصيانه بقى بينشئ كده اتنشا شكوى للعميل، المفروض بقى قسم الصيانه برضك بيبقى الاستاتس كده بتبقى باينه للكول ايجنت برضك، اذا كانت الحاله بتاعه الشكوى اذا كانت في فني راح للعميل ولا لا، واذا كان الفني دوت مثلا منتظر قطع غيار، انتظار قطع غيار. بالظبط كده، دي التفاصيل اللي حصل فيها الرد بالظبط، منتظر قطع غيار. وفي النهايه طبعا برضك في الاخر بيوصل ان هو طبعا الايه ان الشكوى اتحلت يعني كلوزد يعني. تمام. بس ف ده اللي هو الايه ده السيستم يعني. عايزين نرسم بقى على السيستم ده الاي ار دي بتاعنا. ماشي. يلا طبعا يبقى اظهر بقى لو في بقى سكرين ثانيه بسيرش فيها بقى بالايه مثلا ايه لو الكاستمر مثلا وهو بيتكلم ده الكويري يبقى استلامات. يعني مثلا في قسم اسمه استلامات لوحده، يعني الموبايل نمبر لما بيظهر لي الشكاوي اللي هو الايه ظاهره للعميل ده. فاهمك. تمام. يبقى اول حاجه عندنا الكاستمر، احنا اتفقنا اي انتيتي لازم يبقى ليه برايمري كي. برايمري كي هو كاستمر نمبر، بعد كده النيم، بعد كده الفون، بعد كده الادرس، دي البيانات اللي انا باخدها من العميل، رقم البطاقه. صح كده. ايه تاني؟ الايميل لو امكن. كاستمر نمبر الاي دي بتاع العميل، يبقى رقمه عندي في الشركه. تمام. ايه تاني بس كده؟ رقم بطاقه، رقم عميل ده بيتنشئ اوتو نمبر. تمام. حاجه تاني بتاع. طيب العميل زي ما قلنا بيبدا يتعامل مع منتجات، صح ولا غلط؟ يبقى عندي منتج، المنتجات دي منتجات ايه؟ ممكن يبقى عندي سيريال نمبر، برايمري كي، يبقى عندي براند ماركة، يبقى عندي تايب نوع، عندي موديل، عندي اوبشنز، عندي برايس، عندي لو عليها ديسكاونت، تمام، في تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء للمنتج. اكيد. ازاي بقول تلفزيونات في تاريخ انتهاء للتلفزيون غير ده. انا بكام اقول تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء زي ازازه المايه دي اللي هي اكسباير ديت. وايه انا مش ضمان، اقصدش على ضمان، عشان كده سالته يا منتجات ايه. لو اكل وشرب لا، يبقى في تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء. لو مش اكل وشرب لا، يعني القمصان مفيش حاجه اسمها تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء. بناطيل لا، اما الميه والشرب والبيبسي خد بالك. طيب الضمان ماشي، ضمان يعني وارنت باين. ايه تاني؟ بس بعد كده العميل عشان يقدر ياخد منتج لازم يعمل ايه؟ طلب، صح؟ يبقى عندي طلب. قبل الطلب اسجل المكالمه ولا لا؟ ولا المكالمه هي عباره عن حاجه من دول؟ ها؟
ده عندك كام حاجه؟ شكوى، استعلام، ايه؟ استعلام ده سهل منه، عشان ده استعلام ده طبعا بيستعلم على الداتا بتاعت المنتج، فكده كده ده المنتج عندي. يا شكوى يا طلب، يعني هعمل انتيتي للطلب وانتيتي ليه؟ للشكوى. ولا اعمل انتيتي للمكالمه واربط العميل بالمكالمه والمكالمه بالطلب وبالشكوى. مين الاحلى ومين الافضل ومين اللي مش الافضل؟ مين اللي في الشغل؟ المكالمة دي بتتسجل. اصل بيانات المكالمة هيكون ايه؟ الاي دي بتاع المكالمة وتاريخ المكالمة. صح؟ هو تاريخ المكالمة وتاريخ الطلب، لو المكالمة عايزة طلب. طب المكالمة لو المكالمة عايزة شكوى يبقى تاريخ الشكوى. يعني ممكن ما تكونش المكالمة مجرد طلب أو شكوى بس، ممكن تكون مكالمة عادية تتسجل بس. لا مفيش كده. داخل مثلا يسلم عليكم ولا حاجة. لا هو لسه، ما احنا دلوقتي عايزين يعني نعمل الكولينج انتيتي لوحدها ويتعمل لها كول نمبر يونيك والديت وديتيلز، صح كده؟ وهنعمل انتيتي كمان للريكوست، هيبقى فيه ريكوست نمبر، ريكوست ديت، صح كده؟ صح كده؟ لا هو ريكوست بيطلب ايه؟ بيطلب منتج، يبقى علاقته مع المنتج. لما نيجي نعمل ريليشن وده يونيك، وهنا سوري نوع المكالمه، تمام؟ وعندي هنا في الريكوست زي ما انت لسه شارح الايه، الستاتس، حاله الطلب، صح كده؟ طيب وزي ما قالت رايه عندنا قبل الموضوع لقيت رأيه شكوى، كومبلين، رقم الشكوى، يونيك، الديت بتاع الشكوى، الشكوى، الرد، صح كده؟ الحالة بتاعة الشكوى، الرد بتاع الشكوى اتردت عليه، صح كده ولا لأ؟ وبعد كده الجزء اللي قريته رأية الامبلوي، امبلوي نمبر، ايه تاني؟ نيم وجوب، بس دي بيانات الموظف. واحد يقول طب فين اسمه وفين فين اسمه وفين عنوان وفين تليفون وفين ايميل وفين الحالة الاجتماعية؟ فين الموقف من التجنيد؟ اقول لك ده لا، لو كنت بتعمل عن شؤون عاملين، لو كنت بتعمل عن شؤون عاملين كنت تمسك الموظف تاخده من ساسه لراسه. يعني مثلا لو بتعمل سيستم كنترول لمدرسه، ايه البيانات اللي تجمعها الطالب؟ رقم الطالب واسمه وفي فصل ايه وفي مرحله ايه وفي الصف ايه. شكرا. طب اسم امه مالكش دعوه بيه في الكنترول، اسم ابوه مالكش دعوه في الكنترول، طب الحاله الاجتماعيه بين الاب والام مالكش دعوه بيها في الكنترول. لما لو بتعمل عن شؤون طلبه تمسك الطالب من ساسه لراسه تجمعها كلها. لو بتعمل عن شؤون الخزنه، لا اسمه ورقمه الاي دي بتاعه ورقمه والفرقه وسنه كام ومرحله ايه ودفع كام وعليه كام. طب جاب كام في الثانويه العامه؟ مالكش دعوه. طب جاب كام في سنه اولى؟ ده الكنترول. طب جاب كام في سنه ثانيه؟ ده الكنترول. طب شايل المواد ايه؟ ده الكنترول. طب عايز رقم تليفون والدته؟ ده شؤون الطلب. خدت بالك؟ عشان كده هنا انا يهمني العميل. لما قلت العميل قلت هل العميل دي بيانات العميل؟ امسك العميل من ساسه لراسه واخده. اما الموظف لا. اما لما تيجي تعمل انت عندك شؤون عاملين مع كل البيانات كلها. الموظف بيبقى ظاهر برضك الكول ايجنت برضك اللي هو اليوزر بتاعه. ما هو هيبقى ليه يوزر نيم ووظيفة. كلامك صح. وهل انا مثلا على السيستم ده انا بقى كان administrator بقى بخش انا اعمل اكاديميستريتور؟ اه طبعا، يبقى في واحد ما في حاجه مش انا حضرت اول محاضره معايا ولا لا؟ لكن لما قلنا في بيرميشن لازم تتعمل.
تعالى في حاجة تاني؟ لا ده تقرير من الداتا اللي متسجله، ده الاوتبوت بتاع السيستم. لا كيوزر، كيوزر تاني. لا ما هو من ضمن بيانات الموظفين. يعني اه ما هو طبعا تمام، خدت بالك؟ انت موظف بس تحت مسمى اداري، انا موظف بس تحت مسمى عضو هيئه التدريس، خدت بالك؟ بتاع الخزنه موظف بس تحت مسمى بتاع الخزنه، خدت بالك؟ كل واحد موظف، دكتور في المستشفى موظف بس تحت مسمى دكتور، الممرضة موظفة بس تحت مسمى ممرضة، بس هي موظفة بس تحت مسمى ممرضة، رئيس الجمهورية موظف بس تحت مسمى موظف رئيس، كل واحد بس هي موظف، خدت بالك؟ عشان كده حاطط الجوب لو خدت بالك. ايه تاني؟ بس كده نعمل الريليشن بقى. الستوك صح كده تقصد بيها؟ شفت انت قلت ايه؟ الكمية المطلوبة. طب الكمية المطلوبة ثابتة ولا متغيرة؟ متغيرة. من الشخص ليه؟ من شخص للتاني، عشان كده دي ليها معاملة تانية هنقولها دلوقتي. تمام؟ أول علاقة بين مين ومين يا أبو حميد؟ أول علاقة مثلا هتبقى بين العميل والموظف. الكلام ده صح يا رايا؟ يبقى أول علاقة بين مين ومين؟ الكاستمر كولنج. احنا قلنا المرة اللي فاتت في حاجة اسمها علاقات مباشرة وعلاقات غير مباشرة، العميل ملوش علاقة مباشرة بالموظف، لازم يتصل الأول، واللي يستقبل المكالمة الموظف عشان أعرف مين يستقبل المكالمة دي. الكلام ده صح؟ تمام؟ أهو يبقى أول ريليشن أهو بتوين الكاستمر أند مين؟ الكولنج. وأروح قايل هنا كول، رأيك الكاستمر يتصل كم مرة؟ والمكالمة تخص كم كاستمر؟ المكالمة تخص كم كاستمر؟ يعني اللي في 3 4 يخش في المكالمة مع بعض نعمل كونفرنس. تمام؟ واحد. بعد كده يا سارة برافو عليك، اللي بيستلم المكالمة الموظف. نخلص السكة للنهاية، ده كلام صح. البيت اتصل استقبلها الموظف اهو. العلاقة هتبقى اسمها استقبال ريسيفت صح؟ ريسيف ماشي. كمليها يا اخت سارة. الموظف الواحد المكالمة بيستقبلها كم موظف؟ والموظف بيستقبل كم مكالمة؟ تمام كده؟ تاني علاقة يا عم محمد. حلو كده، يبقى عندي الريكوست. الريكوست هيبقى مطلوب مربوط بمين؟ بالمكالمة صح ولا غلط؟ يبقى ما بين الكولينج والريكوست. المكالمة الواحدة فيها كام طلب؟ ممكن يكون فيها كذا طلب، والطلب يخص كام مكالمة؟ مكالمة واحدة. ودي هاف او بيلينج تو. بيلينج تو يعني يتبع. كمل. عايزين رساله تانيه، حاجه تانيه من مين ومين؟ جدع، الريكوست ده يطلب في برودكت. برودكتس وايه وريكوست. كمل العلاقه. الطلب في كم منتج؟ الريكوست ممكن يكون فيه كذا طلب، ممكن يكون فيه كذا منتج، ولكن المنتج واحده واحده. الطلب في كم منتج؟ كتير. كتير. والمنتج بيتحط في بيطلب في كم طلب؟ برضه كتير. نعم. المنتج بتبقى يبقى ميني تو ميني. تفرق بقى، قال لك ايه؟
انت طلبت طلب، طلبتي كرسي، وانا طلبت نفس الكرسي، ايه الفرق بينه وبينك؟ انت طلبت القلم ده وانا طالب نفس القلم، انت عملت طلب وانا عملت طلب، يبقى الطلب ده اتحط، القلم ده اتحط في كام طلب؟ عندك وعندي، تمام كده؟ وانا ممكن اطلب كام طلب؟ كتير، او في الطلب الواحد اطلب قلم ومايك عادي، مش ده ممكن يحصل؟ ما مش هقعد اعمل كل واحد طلب. طيب ويقول لك اقفل واطلب تاني، لا طبعا، في مكالمه واحده وفي طلب واحد على طول، ايه اللي يفرق بقى؟ انت خدت نفس القلم وانا خدت نفس القلم، ماشي، ما رقم الطلب رقم ده موجود اوريدي من ضمن الطلبات، ايه اللي يفرق بينه وبينك في القلم؟ لا اكيد في كتير، يعني اتنين، يعني مثلا هو النوع، هو نفس القلم، ايه قسم، صح، يعني ماشي، ما القسم كده كده مختلف. بس انت حضرتك قلت يعني اتنين اتكلموا في نفس الوقت طلبوا نفس المنتج، مش ان شاء الله مش في نفس الوقت، ان شاء الله كانوا بعد سنه، يعني اتنين طلبوا نفس المنتج، نفس المنتج، ايه اللي يفرق؟ انت دخلت سوبر ماركت ايه مثلا يا اخي، اشتروا نفس الطريقه، الكميه، الكميه يعني مختلفه، انت ممكن تشيل نفس القلم وانا اشيل نفس القلم، بس انت خدت كتلات اقلام، انا خدت قلم واحد، خدت بالك؟ ده اسمه الكميه، الستوك، الستوك المطلوب، مش سوري، مش الكميه، الستوك ده الستوك في المخازن، الكميه المطلوبه، فالكميه المطلوبه ما ينفعش تتحط ولا على الريكوست ولا على المنتج، ليه؟ لو اتحطت على الريكوست تمام، وقلت الريكوست رقم واحد كميه 8، انهي منتج؟ مش الريكوست فيه اكتر من منتج؟ كده خليت كل الكميات، كل المنتجات اللي في الريكوست رقم واحد يقدر ايه؟ يبقى 8 منتجات لكله، 8 كميات لكله. يعني انت جيت قلت انا طلب رقم 5 في ايفون وفي سامسونج وفي رز. ولو قلت 8، 8 هنا و8 هنا و8، ده منطق؟ لا طبعا. طب لو حطيت الكميه عند البرودكت، كل الطلبات اللي طالبه من المنتج ده تاخد 8، وده مش منطق. عشان كده قال لك تتحط على علاقه. بالظبط، كوانتيتي وساعات، اذا اختلفت الكميه يختلف السعر، صح ولا غلط؟ واذا اختلف السعر اكيد يختلف توتال. ايوه بس ده البرايس الاساسي، بس ممكن انت تشتري 7 اقلام ما حاسبكش بالسعر اللي موجود لو تشتري قلم واحد، صح ولا غلط؟ عشان كده قلت لك ساعات اذا اختلفت الكميه يختلف السعر، تمام؟ واسم العلاقة ريكوست، أربط مين بمين تاني؟ لا اتريبيوت على العلاقة، زي بالظبط الطالب بيدرس كم مادة والمادة بيدرسها كم طالب. طب انت بتدرس نفس المادة وانا بدرس نفس المادة، ايه الفرق بينه وبينك؟ ونفس الدكتور، نفس المحاضرة، ونفس الكورس اللي طلع ده، ممكن مثلا انا انجح ممكن تنسى، بس يبقى الدرجة، هو ده، يبقى الدرجة تتحط على العلاقة، لو اتحطت عند الطالب يبقى كل مواد الطالب بنفس التقدير ده، ده غلط. طب لو اتحط عند المادة، كل الطلبة اللي بتدرس نفس المادة ياخد نفس التقدير، ده غلط، بيختلف من طالب لطالب ومن مادة لمادة، خدت بالك؟ دي اسمه حقل على العلاقة، وبنسبة 90% تبقى في الميريت منه. اربط مين بمين تاني؟ يعني ايه العلاقه بين الكومبلينت والبرودكت؟ الكومبلينت والبرودكت، ده كلام مظبوط ولا كلام غلط؟ علاقه بين الشكوى والمنتج، الكول بالشكوى، ادي اول حاجه صح. استنى بس، قص كولينج وكومبلينت، وهنا كومبلين، الشكوى، المكالمه، المكالمه فيها كم شكوى؟ كذا شكوى، والشكوى تخص كم مكالمه؟ مكالمه واحده. هل الشكوى ليها علاقه بالموظف؟ يعني نعمل علاقه ما بين الامبلوي والموظف، الامبلوي والشكوى. طيب اسالك سؤال، هل طب ما انت دلوقتي انت عامل علاقه بين مين ومين؟ طب ما هو طالما استقبل المكالمه والمكالمه فيها شكوى يبقى اكيد هو اللي استقبل الشكوى، صح ولا غلط؟ يبقى مش محتاجه، وهنا برضو مش موجوده، مش هل ينفع اعمل علاقه بين الامبلوي والطلب؟
طب ما الامبلوي بالكولينج والكولينج طلبت فيها، يبقى الموظف اللي استقبل المكالمة يبقى هي هو الموظف اللي استقبل الطلب، مش بالضرورة عيد المعاد العلاقة تاني، صح ولا غلط؟ فاهم؟ ما تقفلش العلاقة. يعني ايه ما تقفلش العلاقة؟ يعني انت لو كنت عملت علاقة كده بين الامبلوي والريكوست كانت قفلتها، بص السيركل دي اتقفلت. في ناس تقول لك لا ما تقفليش علاقة. في حالات ينفع يصير في مدارس تقول لك ايه، يعني عندك موظف او خلينا الاول دكتور وطالب ومحاضر. الدكتور بيدي كام محاضره يا راجل؟ كذا محاضره. المحاضر بيدي كام دكتور؟ دكتور واحد. والطالب بيحضر كام محاضره؟ كذا محاضره. والمحاضره بيحضرها كام طالب؟ ينفع معاك من الطالب والدكتور؟ قال لك لو عملتها كده انت قفلت العلاقه. بص شايف السيركل دي اسمها سيركل، وده مش مستحب. في مدارس ينفع فيها الكلام ده، يعني مش من اصل المدارس يعني افكار. تمام هنا ليه؟ طب ما انت ممكن تجيب الطلبه بتوع الدكتور عن طريق ايه؟ كده على علاقه بس خلاص، هما في كده علاقه ببعض، مفيش علاقه مباشره. انت عارف ليه تقفلها؟ بس في حالات تانيه، موظف وعقد وشقه ودفعات اقساط. الموظف بيعمل كام عقد؟ بالظبط كده، الموظف بيعمل كام عقد؟ بس كده. وحتى لو هو اللي بيشتري انت بتزودي البلاطين انت. انا بشتري حاجه بعملها. وممكن يكون يعني انا لو جيت هنا اهو عميل، العميل ليه كام عقد؟ ليه كتير؟ عشان لو اشتغل ثلاث اربع شقق. تمام؟ والعقد يخص كام عميل؟ والعقد بيعمله كام موظف؟ الدفعات الاقساط الشقه تبع مين؟ تبع العقد. طب ليه مش تبع العميل؟ كده كده تبقى على علاقه مع العميل. مش كده كده، عشان ما ينفعش حد ياخد شقه لما يمضي العقد اهو. تمام كده؟ العقد يخص كام شقه؟ ممكن كذا شقه. يعني انا بشتري ثلاث شقق تملوا في عقد واحد؟ ما ترد. لا خلاص العقد يخص كام شقه؟ والشقه ليها كام عقد؟ طب ليه؟ هي كده بدون شقه لها عقدها. ليه؟ طب ليه لو عملتها كتير؟ ايه؟ ليه لو عملتها كتير؟ عشان ما ينفعش الشقه تتباع مرتين. بالظبط. دفعات الاقساط مربوطه مع مين؟ مع العقد. مع العقد، صح كده. عشان ما ينفعش، العقد عليه كام قسط؟ والقسط يخص كام عقد؟ واحد. حلو، تمام كده؟ كده تمام. مين اللي بيستلم القسط؟ الموظف. يبقى المفروض اربط الموظف بمين؟ هتبقى كده انت عملت ايه؟ عملت سيركل، قفلتها، صح ولا غلط؟ طب قال لك طب خلاص ما اعملش، ما اعملش يا عم علاقه بين الموظف والقسط. قال لك قبل ما تقول تسال نفسك، هو الموظف اللي عمل لك عقد الشقه هو اللي لازم يستلم منك القسط؟ اه الموظف اللي عمل لك عقد الشقه هو اللي لازم يجي هو اللي يستلم لك القسط؟ يعني انا دلوقتي رحت اشتريت تكييف من شركه راعي، تمام؟ هو اللي عمل لي العقد، هو اللي عمل لي كل حاجه بالقسط، اشتريته بالقسط. هل هو بعد كده ما جت فعايز يرفع هو؟ لا، صح غلط. يبقى في الحاله دي تعمل علاقه ما بين الموظف والقسط. عارف لو كنت ما عملتش علاقه كده انت بتقول الموظف اللي عمل لك العقد هو اللي يستلم القسط، ولو جيت في مره جيت تدفع على القسط ما لقيتوش تاخد بعضك وتلف وتروح. مش هينفع يستلم. وده منطق غلط. خدت بالك؟ عشان كده في الحاله دي اقدر اقفل العلاقه. في الحاله دي اقدر اقفل العلاقه. خدت بالك؟ هي دي فكره، مش زي دي. هنا لا، مش لازم اقفلها. كده كده عم كلمه حضرتك. فهمتوها؟ في حاجات تقدر تقفل العلاقه وفي حاجات لا. هنا بقى الموظف اللي استلم المكالمه هو الموظف اللي هيعمل لك الطلب؟ هو. طب الموظف اللي استلم المكالمه هو هو الموظف اللي هيكتب لك الشكوى؟ اهو. صح ولا ايه؟ هي دي فكره الايه؟ العلاقه. خدت بالك؟ العلاقات دي فيها فهم كتير جدا. تمام؟ طب سؤال، هو في حاله ان العلاقه دي انا بقول العلاقه دي خلاص سيركل احنا بنقول عليها، احنا بنقول عليها واحنا بنشرحها بنقول اتقفلت، يعني سيركل بقت له علاقه
زي لوب كده، بس ما نقدرش نقول عليها لوب، ما فيهاش تكرار. لا انت بتكرر يعني، برضه ينفع تقول عليها تكرار، بتكرر الداتا مرتين. طب وليه؟ يعني انت لو عملت علاقه بين الموظف والطلب، طب ما هي تقدر تجيب مين الموظف بتاع العمل الطلب ده كده، هو اللي عمل، هو اللي استلم ايه المكالمه خلاص. طب ليه تكرر كود؟ خدت بالك؟ برضه تقدر تقول عليها لوب. اما في الحاله دي لا، انت مضطر تعمل. يو اندرستاند؟ ليه لازم في العيال عشان الحكومه ما تبقى مع الحكومه؟ يا عم ارحم ابويا، بقول لك علشان الموظف الواقف كده، لو ما عملتش دي يبقى انا كده الموظف اللي هيستلم العمل العقد هو اللي لازم يستلم القسط. مدفوق شارب ايه على الصبح؟ تمام؟ اما انا عشان كده ايه؟ عملتها. تمام؟ طيب بعد الرسمه دي بنعمل ايه؟ الار اس. نخش على الاي ار دي. قبل ما نعمل كده نعمل سيف دايجرام فايل واكسبورت ايمج سيف، وتروح اي الهاي ريزوليوشن، ما تقولش ترانسبيرنت. سيف كلوز. اهي ادي الصوره دي، وهي ده الملف. ليه سيفتها مرتين؟ هي مش مرتين، واحده صوره واحده ملف، علشان لما احب اعدل. وده بتاعكم انتم 29/8. ايه بقى؟ حسب النيه. تمام اهو، ملفين، ملف تفتحه لو حابب من هنا اوبن فايل، عشان تقدر تعمل ايه؟ تفتحه وتعدل فيه، يا اما تسيبها صوره عشان بعد كده ايه يعني تتحط من ضمن الدوكيمنت بتاعت البروجكت. الرسمه الثانيه اسمها ايه؟ بص حتى الصوره ايه؟ انت المره اللي فاتت سالتني عليها، ما ينفعش نحفظها، خدت بالك؟ نيجي بعد كده اي ار دي بلس. حد يصور لي دي بالموب. بنكتب تفاصيل الشكوى اهي. مش بالضروره انها تبقى دايما لمنتج، ممكن شكوى من فني، ممكن شكوى من عامه، ممكن شكوى من المنتج، ممكن شكوى من منتج، ممكن شكوى من ضمان، مش بالضروره انها تكون من المنتج. انت واخد بالك؟ احنا يوم الاربع مفيش صح؟ عشان هجيب بتوع يوم الثلاث مكانكم بصراحه. هو ينفع اعمل صدمه بس انا معايا؟ حضرتك دي فكره حلوه جدا. اه بس انا ما اعرفش صدمه، اخد منها البيانات او كده. اجيب لي كام؟ طلع عين ابويا في الحضانه مع بنتي. حضانه فكرتها حلوه. فكره حضانه حلوه. هجيب لكم انا، هجيب لكم انا الكتاب بتاع البيانات. هقعد لك انا معاه النهارده ولو كنت بتعمله في الحضانه. زمان فكره عامله حلوه على فكره، تسجيل بيانات ويعمل يوزر للبيرنت، يدخل يشوف بنتي عملت ايه النهارده. انا قلتها لكم، حكيت لكم، بيكتبوا ورق، بيعملوا على الورق، الورق بيتقطع في الاخر وبتبقى مشكله. ولما جيت قدمتها في المدرسه سالوا عن الكشكول، فكنت مكسوف اديه لهم، قلت لهم مش، قلت لهم دكتور لهم ضاع، مكسوف من كنت طبعا طماطم عليه، على خيار، على سبانخ، مدلوقين عليه حاجه. لا حضانه شامله. لا هجيب لكم كلها. احنا المفروض نعمل كل حاجه ولا نعمل؟ بصي هي كل حاجه، بس حضانه صغيره يا رب. عندك البيرنت، عندك التشيلدرن، تمام، عندك صالات الدفع بندفع كل شهر احنا، تمام، عندك الاكتيفيتي اللي بتتم، عندك الاكتيفيتي ديت بقى ايه؟ اصل الحضانه دايما ما فيهاش دراسه. حضانه بيروح يعني دلوقتي بنتي بتروح في الاجازه، عشان ما فيش اجازه دلوقتي، مش احنا في الشغل انا ومراتي، فبتروح تقعد تلعب. كل ما مره اقول لها عملت ايه يا توتي تقول لي والله لعبنا مش عارفين كنا مش عارفين كده، تمام. فانشطه عاديه، عندك المدرسين بيتابعوا انشطه، شكرا،
قبل العقد الحضانة. بس لو الحضانة سيبك فيه شوية انجلش، يبقى في الحالة دي بتاخد السبجكت. ما هي حتى ممكن تتحط من تحت الاكتيفيتي، ما بنقدرش نقول سبجكت سبجكت عشان تبقى ما بتبقاش مادة عليهم، هي بتبقى حاجة متنشطية بس، فبنقدر نقول اكتيفيتي. فالاكتيفيتي دي تم دراسة النهاردة مواد كذا، حتى ما بنقدرش نقول انه منهج متعارف عليه، لا ده هو يجي النهارده ياخد ا ب، يجي النهارده ياخد ارقام، يجي بكره مش عارف ياخد ماس، يجي بكره قاعد ياخد انجليزي كده، مش مواد، بتبقى اكتيفيتي. ومش بالضروره النهارده خد عربي بكره ياخد انجليزي، ممكن ياخد عربي بكره، هي بتبقى انشطه، عشان كده احنا بنسميها اكتيفيتي. حتى هم كانوا مسمينها في الكشكول اكتيفيتي، الانشطه اللي عاملينها. انا عامل ما انا هتكاسل، انا بعد ما اخلص الداتا بيز على طول هوقف واتكلم مع كل واحد في فكرته ايه. انا قلت من اول النهارده هبدا اسال، هبدا اشوف انتوا سيتوا فين. ده طبيعي. صورت دي ماشي النهارده، هبدا النهارده بعد ما خلص على الساعه 7:30 هبدا الريليشن مع كل واحد نشوف الدنيا فين. انا كنت هتقعد معاه من ربع ساعه مش حاجه، ايه انت اللي عطلانه معايا. انا بصراحه اتضايقت منك لميتك مش مسمي البتاع، درجه الدكتور جنبي بيقول انت بتقول له ايه مش مسمي، قلت له هو هيجنني ميثود مش متسميه، مش مسمي ميثود ليه؟ كاتب لي ده بابليك دبل بس، وانتوا ما ردتوش عليه ليه؟ يا راجل شفتها انت؟ انا شفت الصوره. مش بتشتمه ولا تقول له اي حاجه؟ اه بقى نخلص دلوقتي يعني ولا نعمل ايه دلوقتي؟ عندنا صورتيها؟ طيب افتحيها بقى. صورتها وخلاص؟ عندنا كام انتيتي؟ كام انتيتي؟ 5. يبقى تعمل 5 تيبل. اول انتيتي مين؟ كاستمر. قولي لي اللي فيه، ابدأي لي باللي تحتيه خط. ايوه تمام. مين البرايمري كي؟ كاستمر نمبر اللي تحتيه خط. اللي بعده ايوه ده اللي تحتيه خط. ايوه دي تعال ديتيلز. طيب مين البرايمري كي؟ الجدول اللي بعده الاول ريكويست. تمام حاجة تاني؟ ماشي اللي بعده. فاهمين انا بعمل ايه؟ تمام. النيم طيب. سيريال نمبر. ماشي نيم. تمام. ماشي. اوبشنز. ستوك. تمام. لا. تمام. الضمان. تمام الجدول اللي بعده. كومبلين نمبر. الديت. ايوه تمام كده. الريسبونس طيب تعال. اول علاقه دي نوعها ايه؟ وان تو مين. الوان يروح لمين؟
للمين. قاعده التحويل بتقول كده، الوان يروح لمين؟ مين البرايمري بتاع الوان؟ حطه عند الكولينج، بتعمل كده كونكت من الكاستمر للكولينج، راح كايه اف كي. اف كي يعني مفتاح خارجي، يعني جاي من جدول تاني. العلاقه دي نوعها ايه؟ مين اللي يروح لمين؟ يبقى اسحب من الكولينج للريكوست. يبقى لما اقول الريكوست اقول تبع عني مكالمه بالظبط. بالظبط. قولي دي انت دي بقى مين عند الوان؟ يا بنت يروح لمين؟ يبقى اسحب اعمل كونكت من الامبلوين مين كده عشان اعرف مين اللي استقبل المكالمه ومين اللي عمل المكالمه. بس قلنا فايده العلاقه انها بتقدر، ما ينفعش اقول اللي استقبل المكالمه حسام وما فيش حد اسمه حسام في الشركه، العلاقه تمنع الكلام ده. يلا دي ايه يا ساره؟ مين اللي عنده الون؟ الكومبلين. ومين اللي عنده الميني؟ يبقى اسحب من الكومبلين عند مين؟ للكون. اي يا علاقه منين منين؟ الشكوى الواحده. ايه الكلام ده؟ الشكوى جايه من كام مكالمه؟ مكالمه واحده، والمكالمه فيها كام شكوى؟ ميني. العكس يبقى رقم الكولينج يروح عند مين؟ عند الشكوى. اسحب من الكولينج عند الشكوى. على الاقل وانا بصمم وانا بكتب الشكوى اقول تبعاني ايه؟ تبعاني ايه؟ تبعاني مكالمه. العلاقه دي نوعها ايه؟ المينيت ومينيت تعمل لها جدول جديد. المينيت ومينيت تعمل لها ايه؟ جدول جديد يتحط فيه البرايمري كي بتاع الجدول الاول والبرايمري كي بتاع الجدول الثاني. البرايمري كي بتاع الجدول الاول مين؟ يبقى اكتب سيريال نمبر، هنسميه سيلز، ده المبيعات. في ناس ساعات بتسميه مش هو ما بين الريكوست والبرودكت، سميه ريكوست اندرسكور برودكت. ومفتاح رئيسي بتاع الجدول الثاني اهو برايمري كي، تمام كده. يا اما كنت ايه، واحنا كان الافضل نعمل كده، تسحب من الاولاني وتسحب منين؟ والاثنين مع بعض برايمري كي. في حاجه على العلاقه؟ كم حقل على العلاقه؟ اروح حاططهم كوانتيتي برايس. خدت بالك؟ تمام؟ سيف. وسيفها فايل. ودي سيفها مرة تانية عشان عدلنا فيها. وسيفها فايل. 20,000 فايل تسجل. اعمل بقى سورت باي ديت كده، عايز اخر فايلات. صورت دي هنا هم دول باين مش دول بتوع دلوقتي. 7 و5 7 و5 7 و5 دي اي ار دي، ودي اعتقد ريليشنز.
لا دي الـ ARD ودي الـ RS. أعتقد دي تسيف التاني فخلاص. ودي الـ RS، خدهم cut حطهم في البروجكت بتاعنا. ايوه انا عملت ريبليس القديم تمام كده. واحنا عندنا برايمري كده في ديف ان انا اروح من حد لحد، وان ما ينفعش حاجه تتكرر. يعني من برايمري كده ممنوع تكرار فيه، ممنوع اتنين يتكرروا، ممنوع اتنين طلبه نفس رقم الجلوس، ممنوع اتنين طلبه نفس الاي دي. خدت بالك؟ ايه ده؟ برودكت سيريال نمبر برايمري كي ريكويست بالظبط. هو بيتربط عن طريق برايمري كي، العلاقه دايما ما بين برايمري كي وفورين كي. تمام. طيب خلصنا دي. لما نيجي بقى نرسم من الشكل ده، من الرسمه دي مش من الاي ار، ترسم من الار اس. انت واخد بالك؟ طيب تعالى بقى نيجي في السيستم احنا عملناه، نصمم داتا بيز. خش على كاستمر لوجن، وقف الفيديو ده بس الاول.